يلا شباب، بسم الله الرحمن الرحيم. التوبيك اللي بعديه، عايزين نشغل دلوقتي الـ OSPF على شبكات الفريم ريلي. نشغل على مين؟ شبكات الفريم ريلي. ثواني كده، برنت. OSPF on frame relay. تمام، كل اللي انا بس عملته في التوبولوجي ده، ما عملتش اي حاجه، انا وصلت بس فيزيكالي الثلاثة راوتر بالسيريال انترفيسز على الفريم ريلي سويتش، حتى لسه ما حطيتش اي بي هات ولا انكابسوليشن ولا اي حاجه نهائي. تعالوا نقوم الاول كده. ار واحد، هفترض هنا ان الشبكه بتاعتي شغاله شبكه 192.168.0.0.24، يبقى الانترفيس ده دوت 1 دوت 2 دوت 3، وكالعاده الدلسي هنا هخليه 102، الدلسي هنا هخليه 201، الدلسي 103، الدلسي هنا 301، وهنشتغل دايناميك مش هنشتغل ستاتيك. تمام، يبقى هاجي هنا تحت الانترفيس سيريال 1 اوفر 1، اقول له ايه؟ اي بي ادرس 192.168.0.1 انكابسوليشن فريم ريلي نو شت داون، وبالمره كمان عايزه كريت انترفيس لوب باك عشان اتست عليه. عايزه اشغل الاو اس بي اف على الشبكه دي، اعمل ايه؟ انا عن نفسي دلوقتي هستسهل كنوع، بس عشان احنا خلاص بقى بقينا ميه في ازاي ان احنا نشغل الاو اس بي اف. تضحك ليه؟ صح؟ فكل اللي انا هعمله راوتر او اس بي اف 1 واقول له نتورك. دي اهي، يلا اللي تبع اريا هخلي الشبكه بتاعتي كلها في اريا زيرو. يبقى ده معناه ايه تاني يا شباب؟ اني شغلت الاو اس بي اف على مين؟ كل الانترفيسز في خطه واحده. طيب على ار 2 انترفيس سيريال 1 اوفر، انا موصله ب 2، اي بي ادرس 192.168.0.2 انكابسوليشن فريم ريلي. يلا عشان الناس ما تزعلش، اي بي او اس بي اف 1 اريا 0 تمام، وانترفيس لوب باك 2، اي بي ادرس، عارفه اني لسه ما عملتش نو شت داون، واشغل عليه الاو اس بي اف. سوري، او اس بي اف 1 اريا 0. هنزل بس تحت الانترفيس الحقيقي بقى اس 1 اوفر 2 واشغل برده الاو اس بي اف. ليه انا سوري اقول له نو شت داون؟ ليه انا ما عملتش نو شت داون في الاول؟ لاني لو كنت عملت له نو شت داون كان هيقلكت ساعتها الريد بتاع الراوتر هو الانترفيس الحقيقي. تمام، اجي اعمل اللوب باك، ما خلاص هو اختار ريد، فانا عايزاه دلوقتي يقلكت مين الريد بتاع الراوتر؟ اللوب باك. علشان كده تعمدت ان انا ما اعملش الاول نو شت داون لغايه ما يبقى ايه؟ يختار الريد بتاع الراوتر ار 2 وبعد كده اقوم الانترفيس الحقيقي. تمام؟ ار 3 انترفيس سيريال 1 اوفر 3، اي بي ادرس 192.168.0.3 انكابسوليشن فريم ريلي، صح؟ اي بي اس بي اف 1 اريا 0 الانترفيس اللوب باك 3، اي بي ادرس 3، واشغل عليه الاو اس بي اف، وبعد كده انزل على الانترفيس الحقيقي واقول له بس نو شت داون. تمام، لو جيت دلوقتي على ار 1 شو اي بي او اس بي اف نيبورز، لو قعدت 10 دقايق من هنا لغايه بكره اساسا مفيش نيبور ريليشن شيب هتظهر. ليه؟ اصل احنا اتفقنا المره اللي فاتت في النظري ان دي شبكات ايه؟ نون برودكاست. الفريم ريلي، الاكس دوت 25، الاي تي ام، دي كلها شبكات نون برودكاست. طب ما انا عارفه ان الراوتر باي ديفولت بيتعامل مع البرودكاست والمولتي كاست كانهم برودكاست، فلو جات له هيلو هيتعامل معاها؟ هيتعامل معايا يا شباب؟ لا، هيعمل لها دروب. فعلشان كده
الديفولت بتاع شبكات الفريمر ليه ان ماست ان انا ابيلد النيبر ريليشن شيب بايدي. يعني اعمل ايه؟ ها اجي على ار واحد واقول له نيبر واختار النيبر او احدد النيبر اللي هو 192.168.0.2 و 192.168.0.3. الامر ده اعمله فين؟ مش شرط ان انا اعمله على كل الراوترز، لكن ماست يتعمل على الهيد كوارتر. فلازم اجي هنا على ار واحد وانزل تحت الراوتر OSPF1 واقول له خد بالك انت عندك نيبر. مين هو النيبر الاولاني؟ الاي بي مش الريد، الاي بي مش الريد، والتاني 38. واضحه كده؟ لو قلت له المره دي شو اي بي OSPF نيبرز في عندي مشكله. طب استنى الاداني يا شباب، الاداني بس يا شباب فكروا تاني، ايه الغلطه اللي انا عاملاها؟ ايه الغلطه اللي انا واقع فيها؟ انت بتقول لي اكس ستارت، لا طلع سيس لوج اهو لودنج دان. وربنا شرحنها، وربنا شرحنها المره اللي فاتت. مين الدي ار؟ ينفع. مين البي دي ار؟ ينفع. معنى كده ان ار واحد عباره عن ايه؟ شو اي بي او اس بي اف نيبر. ده ايه العك كده كمان؟ بي دي ار بالظبط. الدي ار ماست ان هو يكون مين؟ الهيد كوارتر. ليه تاني؟ مش احنا كنا قلنا ان في عندي كنترول بلين وداتا بلين، صح؟ الكنترول بلين اللي هو مين؟ الراوتنج ابديت على سبيل المثال في السيناريو بتاعنا. احنا كنا قلنا ان الراوتنج ابديت التي سي ال بتاعتها بكام؟ بواحد. نقول اتاخرتي ليه؟ التي سي ال بتاع الابديت بكام؟ بواحد. الكنترول بلين التي دي ال بتاعته بكام؟ بواحد. فالمفروض دلوقتي ار 2 عايز يبعت الابديت بتاعته لار 3. ما انا عارفه ان ار 2 لما يفكر يبعت اي ابديت لار 3 هيبعته عن طريق ار 1، صح؟ ده الدي ار، صح؟ التي دي ال هتوصل لار 1 بكميت كام؟ هتوصل له بواحد. يروح عامل لها دروب يجي يبعتها لار 3. ما خلاص يبعتها لار 3 ازاي؟ ما هو اوريدي عمل لها دروب وصل للتي تي ال بزيرو. فالابديت كده عمره ما هيتنقل ما بين اتنين، من ما بين ار 2 وار 3. فمست ان انا انشور هنا، اتاكد هنا ان ار 1 هو ده مين؟ الجي ار بتاعي. يعني لازم اتاكد ان ار 2 وار 3 دول جي ار اذر. يبقى كان لازم انزل تحت الانترفيس اس 1 اوفر 2 على ار 1 على ار 2 واقول له اي بي او اس اف البريورتي بتاعتي بزيرو، واجي على ار 3 واقول تحت الانترفيس برضه S1 over 3 واقول له IB OSPF البريورتي بتاعتي بزيرو. OSPF البريورتي بزيرو. لو جيت المرة دي بقى على R1 شو IB OSPF neighbors، لسه ما تقلقش. شبكات الفريمر ليه بس بتبقى بطيئه شويه، تمام؟ وصلوا لمرحله ايه؟ الفولي. ثواني، معنى كده ايه؟ هو انت ممكن في بعض انواع التوبولوجيز يبقى عندك اتنين بي دي ار. انت لو انت على سبيل المثال عندك دول هاب. دول هاب يعني ايه؟ يعني عندك راوتر كمان ار واحد هاب وار اربعه هاب، وده متوصل برضه بده وده متوصل برضه بده، طبعا شبكه فريمر ليه. فممكن ساعتها هتخلي ار واحد ده الدي ار وار اربعه ده مين؟ البي دي اوف. لو انت عندك اتنين هاب في الشبكه، اتنين هيد كوارتر مثلا في الشركه بتاعتك، تمام؟ غير كده لا، لازم الهاب هو يكون الدي ار بس. بالنسبه للبوكس لا، ما ينفعش يكون بي دي ار حتى. ليه؟ اصل الدي ار لو وقع البي دي ار هيقلكت نفسه مكانه، صح؟ ما ينفعش سبوك اساسا يبقى دي اوف، تمام؟ هنا وصلوا لمرحله الادجسنسي، فولي ادجسنسي، والاثنين ار 2 وار 3 حالتهم ايه؟ دي ار اذر، والبريورتي عليهم بزيرو. كنت قلت لكم قبل كده ان لما بغير البريورتي اساسا اول ما بنزلها لزيرو لوحدهم بيتخلوا اصلا عن السلطه، يعني مش محتاجه ان انا اعمل كلير للبروسيس والهيصه دي كلها، صح؟ طيب كده بقى لو قلت هنا شو اي بي راوت على ار واحد، شايفه دلوقتي التلاتات والاتنينات بحرف الاو، ولو جيت ابنج
بنجبل، ولو جيت ابنج على تلاتات بنج، صح؟ طب لو جيت على ار اتنين شو اي بي راوت عند على ار اتنين، شفت فعلا ار تلاتة ولا لا؟ شفت اللوب باك اللي ورا ار تلاتة ولا لا؟ طب تعالوا كده نتست. ايه ده؟ ليه كده؟ لازم ايه؟ اعمل استاتيك ماب. طب استنى كده جايز يا اسامه، لو طلعت من ورا السورس لوب باك اتنين كاني طالع من ورا ار اتنين، ده ايه ده بقى؟ طب استنى كده، تعال اعمل ديباج اي بي باكت وبعد كده ابنج. بيقول لي ايه؟ ليه؟ هو اصلا جاوب صح على فكرة. ليه؟ دي بقول لان دلوقتي ار اتنين لو قلت له شو فريم ريلي ماب مش قادر اصلا يوصل لمين؟ لار تلات، ما عندوش استاتيك ماب لار تلات. ملحوظة بقى قبل ما نكمل، في شبكات الاثرنت احنا قلنا قبل كده شبكات الاثرنت يعني ايه؟ يعني عندي اثرنت سيجمنت والراوترز بتاعتي متوصلة عليه ار واحد ار اتنين ار تلاتة. السلكة اللي في النص دي يا شباب معناها سويتش، السلكة اللي في النص معناها ايه؟ سويتش. ودي مثلا كانت شبكة عشرات اوفر 24، ار واحد طبعا واخد اي بي دوت 1، ار اتنين اي بي دوت 2، ار تلاتة واخد اي بي دوت 3. وبفرض ان ار واحد ده كانت دي ار، لما يجي ار اتنين يبعت الابديت لار 3 هيبعته عن طريق مين؟ اللي هو ال ال اس اي، يبعته عن طريق مين؟ عن طريق ار 1 وبعد كده يوصل لار 3. الشبكه اللي قدامي دي كنا قلنا ان اسمها برود كاست، وده اول مود كنا بنتكلم عنه يا مجدي، تمام؟ الشبكه دي اسمها ايه يا شباب؟ برود كاست. في شبكات البرود كاست ار 1 ما بيغيرش النكست هوب، يعني ايه؟ ار 2 بعت الابديت لار 3 بالاي بي بتاعه اللي هو دوت 2، فهيوصل لار 3 ان مين اللي بعت له الابديت؟ دوت 2. مين اللي بعت له الابديت يا شباب؟ دوت 2. مش هيشيل دوت 2 ويحط دوت 1، ليه؟ عشان ار 3 لما يجي في يوم من الايام يبعت داتا بقى مش ال اس ايه، يبعت داتا عاديه لار 2، ما يروحش الاول لار 1 وبعد كده ار 1 يبعته لار 2. تاني؟ تاني. في شبكات البرودكاست الدي ار ما بيغيرش النكست هوب، يعني ار 2 لما يحب يبعت ال اس اي او يبعت ابديت لار 3 هيبعته عن طريق ار 1. ار 1 مش هيشيل اساسا النكست هوب اللي هو بتاع دوت 2 ويحط بتاعه دوت 1، ليه؟ عشان لما ار 3 في يوم من الايام يحب يوصل لار 2 يعمل ايه؟ يبعته له دايركت، مش داتا عاديه بقى بنج ولا شير ولا وات ايفر، مش يبعتها الاول لار 1 وبعد كده ار 1 يبعتها على ار 2، تمام؟ تعالوا نقارن ده بقى بالشبكه اللي قدامي. الشبكه اللي قدامي دي اسمها شبكات النون برودكاست، كنا قلنا اسمها ايه المره اللي فاتت؟ شبكات النون برودكاست. اهو وريني معلومات عن الاو اس بي اف، عن الانترفيس اس 1 اوفر 2، لقيته بيقول لي ان نوع الشبكه بتاعتي راحت فين؟ نون برودكاست. النتورك تايب بتاعتي ايه؟ نون برودكاست. طيب لو جيت دلوقتي عند ار 2 وقلت له شو اي بي راوت وركز على الاو اس بي اف، اصغر حجم الراوتنج تيبل شويه علشان اوصل للتلاتات، فايا مين؟ فايا مين؟ فايا ار 3. ما هي المشكله دلوقتي فعلا ان شو فريم ريلي ماب، انا ما عنديش دلوقتي اي مابنج اي دلسي يخليني اوصل لار 3، ما عنديش اي دلس يخليني اوصل لمين يا شباب؟ لار 3. واضحه المشكله؟ طب والحل؟ قدامي حل من الاثنين. الحل الاولاني اللي اسامه قال عليه ان انا اعمل ستاتيك مابنج ما بين ار 2 وما بين ار 3، تعالوا كده نجربه. لو نزلت تحت اس 1 اوفر 2 وقلت له فريم ريلي ماب، لو عايز اوصل للاي بي البعيد عني اللي هو 3 هوصل من الدلسي بتاعي انا اللي رقمه 201 واجي عند ار 3 برضو نفس الكلام، لان لازم يبقى فيه راوت باك طريق عكسي تحت الانترفيس اس 1 اوفر 3 واقول له فريم
ريلي ماب. الاي بي البعيد عني فريم ريلي ماب. الاي بي البعيد عني اللي هو بتاع ار 2 عن طريق الدلسي انا بتاعي اللي رقمه 301. تعالوا بقى كده نتست المره دي. لو جيت المره دي ابنج على تلاتات حتى لو طلعت من ورا لوب باك 2 الشبكه بتاعتي بنج، سواء هبنج من اللوب باك او سواء هبنج من الانترفيس بتاعي. تمام. بس ده مش حل منطقي، يعني حل رخم شويه. افرض ان انا دلوقتي شغاله عند اي اس بي والهيد كوارتر ده عنده 100 فرع، كل فرع جديد هيظهر لي ان شاء الله هلف على بقيه الراوترز كلها واعمل عليها ستاتيك ماب بشاور على الفرع ده، صح منطقي ولا لا؟ عشان كده لا. تعالوا نلغي تاني الماب. لغيت الماب اهو، وبالتالي لو جيت تاني من ورا ار 2 احاول ان انا بنج الدنيا واقعه، صح؟ النوع الاولاني المود الاولاني اللي احنا اخدناه دلوقتي في شبكات البرودكاست اسمه نون برودكاست. اسمه ايه شباب؟ نون برودكاست، حتى كانت مكتوبه اهو فوق. نون برودكاست. تمام. في عندي مود كمان اسمه بوينت تو مولتي بوينت. في عندي مود اسمه ايه شباب؟ بوينت تو مولتي بوينت. ميزه البوينت تو مولتي بوينت بقى لو انا خليت دلوقتي ار 1 وار 2 وار 3 النوع اللي هو بوينت تو مولتي بوينت، ساعتها ار 2 لما يحب ان هو يوصل يبعت الابديت لار 1، ار 1 هيروح مغير النكست هوب لنفسه تاني. انا المشكله اللي فاتت ان ار 2 لما كان عايز يوصل لار 1 كان مين هو النكست هوب بتاعه؟ ار 3. ما هو دلوقتي ثانيه ما انت، ما هو دلوقتي ار 1 ما غيرش النكست هوب. لما ار 2 او لما ار 3 بعت ال اس اي لار 2 بعتها بالنكست هوب بتاعه اللي هو مين؟ دوت 3. فالابديت الاول وصل عن طريق ار 1، ار 1 ما غيرش النكست هوب زي بالظبط الديفولت بتاع شبكات البرودكاست، صح؟ لا انا عايزه دلوقتي اقول لار 1 انت نوع بوينت تو مولتي بوينت. اول لما اخلي نوع النتورك دي عنده او بالطريقه دي ايه اللي هيحصل؟ ار 3 لما يجي يبعت الابديت بتاعه اللي هو ال اس اي لار 2 هيبعته بكام؟ دوت 3. بس الابديت هيروح لمين الاول؟ دوت 1. ار 1 هيروح شايل دوت 3 وحاطط نفسه. يجي ار 2 عايز يشوف شبكه الثلاثات هيشوفها فيا مين؟ ار 1. مش هو كده كده شايف ار 1؟ صح؟ تعالوا نجرب الكلام ده كده. ايه يا باشا انا ايه؟ هو بيبعت عن طريق ار 1 بس الفكره ان ار 1 ما شالش النكست هوب اللي دوت اللي هو دوت 3. هو انا مش المفروض اصلا ان هو كل يعني كل النكست هوب انا هغير مثلا ديت سواء لا خالص. مين اللي قال كده؟ ده الماك. انا ماليش دعوه دلوقتي بالماك ولا بالدلسي، انا بتكلم على على لير 3. تاني يا مجدي لو جيت هنا على ار 2 ده الديفولت على فكره. انا لغيت جمله الاستاتيك ماب. لو جيت انا قلت له شو اي بي راوت الاو اس بي اف، انا مشكلتي دلوقتي ان ار 2 شايف اللوب باك ده اللي هي شبكه الثلاثات فيا مين؟ فيا مين؟ ار 3 صح؟ هو دلوقتي عنده دلسي بيشاور على ار 3؟ لا. فالحل الاولاني اللي اسامه قاله اللي اسامه قاله قال ايه؟ هو عارف طريق ار 1. ماشي اوكي. عارف ار 1؟ لا لا مش معنى ان انا دلوقتي شايفه ار 1 ان انا كل ما اكون عايزه اروح لحد اروح لار 1، اصل ده ما هوش الديفولت راوت بتاعي. الا اذا انت كنت عامل ديفولت راوت ده حوار تاني. تمام؟ ده مش الديفولت راوت بتاعي، هو عنده في الراوتنج تيبل ايه؟ انه عايز يوصل للشبكه دي من خلال دوت 3 ار 3. لو جيت هنا تقول له شو فريم ريلي ماب مين ار 3؟ ما عندوش ار 3، ما عندوش دلسي بيوصله لار 3. هنا للاسف الدلسي الوحيد اللي عنده بيوصله لمين؟ دوت 1، صح؟ طب والحل؟ اعمل له ستاتيك مابنج. بس مش منطقي، عندك 100 برانش هتيجي على كل برانش فيه وتعمل ستاتيك مابنج للفرع الجديد اللي بيظهر؟ ده ايه وجع القلب ده؟ ممكن
النوع الثاني بقى اول ما اخليه بوينت تو ملتي جيت ايه اللي هيحصل؟ اول لما ار 3 هيجي يبعت الابديت لار 2 طبعا هيبعته عن طريق مين؟ ار 1. انا المشكله المره اللي فاتت ان ار 1 ما شالش دوت 3 وحط دوت 1، اول ما اخليه بوينت تو ملتي جيت لا المره دي هيشيلها، هيشيل دوت 3 ويحط دوت 1، هيشيل دوت 3 ويحط ايه؟ دوت 1. وساعتها ار 2 لو عايز يوصل للثلاثات فيا مين؟ من خلال مين؟ دوت 1. مين دوت 1؟ ار 1. شايفه وعارف ليه دلسي ولا لا؟ وليه ستاتيك ماب او ليه وات ايفر، يعني المهم ان ليه ماب بيشاور على ار 1 دايناميك ماب. تعال نجرب ده كده. هاجي على ار 1 تحت الانترفيس اس 1 اوفر 1 واقول له اي بي او اس بي اف. النتورك بتاعتي نوعها بوينت 2 مولتي بوينت. بوينت 2 ايه؟ اوبس اوبس اوبس، النيبر ريليشن شيب وقعت وقام التاني. انا بغير نوع النتورك صح؟ تعالوا كده بقى نشوف شو اي بي او اس بي اف نيبر. لا النهارده لبيت كله لبيت ده، والمره الجايه ان شاء الله لبيت او اس بي اف. ليه ده كله؟ ليه؟ او اس بي اف شويه في شويه حركات كده جامده. شو اي بي او اس بي اف نيبر؟ ايه ده؟ معايا مجدي ار 2 ار 1 شايف ار 2 وار 3 كانه بوينت تو بوينت صح؟ البريورتي بزيرو ومفيش هنا الكشن لدي ار او بي دي ار. بس انا المشكله دلوقتي ان انا لو رحت عند ار 2 شو اي بي او اس بي اف نيبر، ده شايف ار 1 كنيبر ليه بس بريورتي 1 وشايفه كدي ار. في عندي مشكله دلوقتي، الاثنين شايفين بعض فعلا كنيبرز ليه؟ لانه قيم الهيلو في البوينت تو مولتي بوينت والبرودكاست الاثنين نفس قيمه الهيلو اللي هي كام؟ 10 سكند. فطالما نفس قيمه الهيلو يبقى الاثنين شايفين بعض كجرين. بس انا عندي مشكله دلوقتي ان الداتا بيز عليهم مش سنكرونايز. مش احنا قايلين قبل كده ان جوه الاريا الواحده ماست الداتا بيز تكون سنكرونايز، يا اما مش هيبقوا نيبرز صح؟ او سوري يعني اقصد مش هيتنقلوا بقى ال اس اي ومش هيتعاملوا مع بعض. لو جيت على ار 1 وقلت له شو اي بي او اس بي اف داتابيز داتابيز، وهنا شو اي بي او اس بي اف داتابيز، ايه ده الداتابيز شكلها مختلف. اتنين وفي هنا حاجة غريبة، المفروض الداتابيز ما تبقاش شكلها واحد، وممكن عشان ما عنديش كذا اريا. المهم دلوقتي ان انا عندي مشكلة ما بين الاتنين. ايه هي المشكلة؟ النوعين دول مش كومباتبل مع بعض. النوعين دول ايه يا شباب؟ مش كومباتبل مع بعض. امال انهي نوع اللي كومباتبل مع بعض؟ يا اما تيجي على ار 2 وار 3 تخليهم هم كمان بوينت تو بوينت بوينت تو مولتي بوينت، يا اما تخليهم بوينت تو مولتي بوينت. يعني من الاخر كده اعمل لكم جدول انهي شبكات بيحصل فيها دي ار الكشن وبي دي ار الكشن. نوعين الشبكات البرودكاست والنوع الثاني النون برودكاست. لكن مين اللي ما بيحصلش فيهم نو دي ار اور بي دي ار الكشن؟ ما بيحصلش فيها الكشن شبكه البوينت 2 بوينت، شبكه البوينت بوينت 2 مولتي بوينت، شبكه البوينت 2 بوينت تو مولتي بوينت، نون برودكاست. دي المودز اللي احنا هناخدها دلوقتي، دول الخمسه مود اللي كنت بكلمك عنهم المره اللي فاتت يا بنتي. تمام؟ البرودكاست والنون برودكاست بيحصل فيهم الكشن لدي ار وبي دي ار، وبالتالي كومباتبل مع بعض. يعني ايه كومباتبل مع بعض؟ يعني لو الراوتر الاولاني انا مشغله الانترفيس بتاعه نوع النتورك برودكاست والراوتر الثاني نون برودكاست هيتعاملوا مع بعض. ليه تاني؟ بيحصل الكشن لدي ار وبي دي ار. لكن لو واحد بروكست راوتر بروكست
واللي قصاده بوينت تو بوينت مش هيقدروا يتعاملوا مع بعض بالعقل كده. واحد الداتابيز فيه جواها دي ار وبي دي ار، والتاني الداتابيز ما بيعملش، ما فيش اي دي ار او بي دي ار جواها يعمل جنريت لتايب 2 ال اس اي. يعني معنى كده ان الداتابيز مش واحده. هي شباب واضحه؟ لو انا عندي راوتر ار 1 واللي قصاده راوتر ار 2، لو الانترفيس ده انا حولت النتورك بتاعته لبرودكاست، اللي قصاده لازم تبقى ايه؟ يا اما برودكاست يا اما نون برودكاست. طيب لو ده الانترفيس ده بوينت تو بوينت، يبقى اللي قصاده ده بوينت تو بوينت يا اما بوينت تو مولتي بوينت يا اما بوينت تو بوينت بوينت تو مولتي بوينت نون برودكاست. ها تمام كده لغايه دلوقتي؟ حد وقع؟ تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى هاجي دلوقتي على ار 2 وار 3 اتاكد ان نوع النتورك بتاعتي ايه. انترفيس اس 1 اوفر 2 اي بي او اس بي اف بوينت 2. نجرب الاول المولتي بوينت اي بي او اس بي اف 1 بوينت 2. اللي انا بكتبه ده نتورك بوينت 2 مولتي بوينت، وار 3 نفس الكلام تحت الانترفيس اس 1 اوفر 3 اي بي او اس بي اف نتورك بوينت 2 مولتي بوينت. تمام. لو جيت المره دي على ار 2 وقلت له شو اي بي راوت بالاو اس بي اف، رجعت شفت التلاتة ده، رجعت شفت ايه؟ التلاتة ده فيا مين يا شباب؟ فيا مين؟ ار واحد. وبالتالي لو جيت ابنج عليه ها قدرت اوصل له ولا لا؟ حتى لو جيت ابنج عليه من وراه، من ورا الراوتر ده، في كونكتيفيتي ولا لا؟ صح؟ طب احنا كده جربنا ان ار واحد نو بوينت 2 مولتي بوينت، ار 2 وار 3 بوينت 2 مولتي بوينت. في هنت بس نسيت اقولها خفيفه جدا، انا كنت نسيت شو رانينج كونفيج سيكشن الاو اس بي اف. انا كنت عملت نيبر ريليشن شيب ستاتيك الامرين دول، صح؟ هلغيهم بس عشان ااكد لكم ان بيحصل ان الهيلو شغاله عادي، لانه بيعتبر الشبكه بتاعتي كذا شبكه بوينت تو بوينت. تمام؟ فهنزل تحت الراوتر او اس بي اف 1 واقول له نو. يعني هنا مش هنا انت مش محتاج ان انت تعمل ستاتيك نيبر ريليشن شيب. هنا اصلا النيبر ريليشن شيب بتتبعت على المولتي كاست ادرس 224.0.0.5 عادي جدا. طب هيتعاملوا مع بعض ازاي؟ زي ما قلت لكم الشبكه دي بيتعامل معها كان هي مجموعه من شبكات البوينت تو بوينت، يعني ار 1 وار 2 بوينت تو بوينت، ار 1 وار 3 بوينت تو بوينت. بس طبعا ار واحد ما ينفعش ان انا اخلي الشبكه بوينت تو بوينت لسبب، لان هي كونكتد باكتر من واحد الا اذا قسمتها سب انترفيس زي ما هنشوف في اخر اليوم ان شاء الله. غير كده ار واحد لازم يبقى ايه؟ بوينت 2 مولتي بوينت. ار 2 وار 3 لازم يبقوا ايه؟ يا اما بوينت مولتي بوينت او بوينت تو بوينت. تمام؟ او طبعا الاختيار الثالث اللي هو هنشوف اهميته في الاخر. طب احنا كده جربنا الحركه الاولانيه فعلا اهو، نتاكد ان الدنيا قايمه بعد ما شلت النيبر ريليشن شيب اللي هو الستاتيك نيبر ريليشن شيب. تمام. يبقى ثواني بقى كده عشان ما ننتهش من بعض. نون برودكاست النيبر ريليشن شيب بتتعمل ايه؟ ستاتيك. ليه ستاتيك؟ لان الهيلو على المولتي كاست ادرس ما بتتبعتش. يبقى ستاتيك مابنج او ستاتيك نيبر ريليشن شيب بيحصل فيها الكشن لدي ار وبي دي ار، بس انا لازم اعمل تيوننج للكلام ده بايدي، لازم اخلي الهيد كوارتر ده الدي ار وبقيه الناس دي ار اصل. طيب النوع الثاني المود الثاني بوينت تو مولتي بوينت، اللي بيحصل فيه النيبر ريليشن شيب بتتم دايناميك. النيبر ريليشن شيب بتتم ايه يا شباب؟ دايناميك. تمام. طيب بيحصل الكشن لدي ار او بي دي ار ليه؟ شو اي بي او اس بي اف نيبرز فعلا ما عنديش دي ار او بي دي ار، لان زي ما اتفقنا انه بيتعامل مع الشبكه كان هي كذا بوينت تو بوينت. وار 2 وار 3 شايفين بعض ولا
كنيبرز لا، هما بيشوفوا الشبكات اللي ورا بعض، لكن كنيبرز لا. ليه؟ ار 2 وار 3 يا اسامه مش حاسين ببعض ان هما دايركت كونكتد. احنا كنا قلنا ان في الراوتنج بروتوكولز الاي جي بي ريب او اس بي اف اي او جي ار بي الكلام ده كله عشان اصلا يبقوا نيبرز ماست يبقوا دايركت كونكتد. هو ار 2 وار 3 دايركت كونكتد هنا؟ لا. امال يبقوا دايركت كونكتد امتى؟ لو انت عامل ما بينهم بلسي بي في سي، لو انت مكريت ما بينهم بي في سي ساعتها هيحسوا ببعض ان هما دايركت كونكتد ويبقوا نيبرز. انما ار 2 حاسس ان هو دايركت كونكتد مع ار 1، ار 3 حاسس بنفسه ان هو دايركت كونكتد مع ار 1. عن طريق ار واحد. ار واحد مش دي ار، ما هو كذا بوينت تو بوينت، هو شايف الشبكه معناها عن طريق كذا بوينت تو بوينت. لا اري ريت ار واحد وار اتنين كانهم بوينت تو بوينت، وار واحد وار ثلاثة كانهم بوينت تو بوينت. ار اتنين بيبعت ال اس ال ار واحد، ار واحد بيظبط الداتا بيس بتاعته ويبعت الداتا بيس بتاعته لار ثلاثة، مش بياخد اللي واخدها من ار اتنين يبعتها زي ما هي لار ثلاثة، لا. ولا حتى في اللي فاتت كان كده، احنا لسه قايلين التي تي ال بتاعتها بكام؟ بواحد اساسا. حد وقع لغايه دلوقتي في حاجه؟ تمام. احنا جربنا ان دي بوينت 2 ملتي بوينت، تعالوا نجرب بقى اللي تحت الاثنين دول ان هما بوينت تو بوينت. ار 2 وار 3 اتفقنا ممكن يكونوا اي بي او اس بي اف نتورك بوينت 2 بوينت كده. المفروض ايه ده؟ لا 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 لغيته لغيته يا مكتي. يا عم انا عارفه اللي انا عملت، انا عارفه ان في مشكله وانا اللي قصدها، انا قصدها يا بنتي. ماشي ده ايه ده بقى؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ هو لو استنينا الداون تايمر ده على فكره النيبر ريليشن شيب هتقع. شو اي بي او اس بي اف نيبر ده ايه وجع القلب ده بقى؟ وار 3 شو اي بي او اس بي اف نيبرز وار واحد مجرد ما التايمرز دي هتبقى اكسبايرد اول ما تنزل للزيرو، مش مستاهله بقى ان انا استنى تراست يعني. مجرد ما التايمرز دي تنزل للزيرو ايه؟ النيبر ريليشن شيب هتقع. ايه اللي حصل؟ تعالوا كده نجرب تاني. شو اي بي او اس بي اف على الانترفيس سيريال 1 اوفر 1، ركزوا في الاوتبوت ده وهاجي على ار 2 شو اي بي او اس بي اف على الانترفيس اس 1 اوفر 2. حد يبص كده للاوت بوت ده والاوت بوت ده ويقول لي ايه المشكله؟ ها الهيلو. المشكله دلوقتي المود التالت على فكره اسمه ايه؟ بوينت 2 بوينت. الاثنين كومباتبل مع بعض، البوينت تو ملتي بوينت والبوينت تو بوينت كومباتبل مع بعض، بس انا عندي مشكله واحده بس، ان البوينت تو ملتي بوينت بيبعت الهيلو كل 30 ثانية ملتي بوينت. البوينت تو ملتي بوينت على ار واحد بيبعت الهيلو كل قد ايه يا اسامة؟ 30 ثانية. ار 2 بوينت تو بوينت بيبعت الهيلو كل 10 ثواني. فانا عندي مشكلة دلوقتي ان الهيلو مش كونسيستنت ما بين الاثنين، اعمل ايه؟ غير الهيلو بايدك. مش شرط ان الاثنين نفس المود، لا عادي بوينت تو ملتي بوينت وبوينت تو بوينت تاني باكد ان هما كومباتبل مع بعض، بس محتاجة تركاية واحدة بس زيادة. ايه هي؟ اغير الهيلو. فهاجي مثلا على ار 1 هستسهل واجي على ار 1 وانزل تحت اس 1 اوفر 1 واقول له اي بي او اس بي اف. بصوا الاثنين دون اهم بعد ما التايمر بقى اكسبايرد، تمام؟ اي بي او اس بي اف الهيلو انترفال قيمتها بكام؟ يا شباب 10. لا 2 اهو، المفروض كمان شويه يلاقي 3. لا 3 شو اي بي او اس بي اف نيبرز لقاهم اهو، وار 2 لو رحت هنا برضو عنده شو اي بي او اس بي اف نيبرز فعلا لا ار 1. ولو جيت اتاكد كده من الراوتنج تيبل شو اي بي او اس بي اف
True IP راوت OSPF. رجعت فعلا شفت التلاتات ضايا مين ارواح، وبالتالي لو جيت ابنج ده ايه ده بقى مش عايز يبنج مش عايز يبنج. طب بصوا كده لو طلعت البنج كانه من لوب باك اتنين واو بيبنج. انا عن نفسي بعتبر الحركه دي من الاو اس بي اف محترمه جدا، من سيسكو محترمه جدا. ايه اللي يخلي اللينز تشوف بعضيها؟ ايه اللي يخلي ايه يا شباب اللينز تشوف بعضيها؟ ايه تاني؟ في حاجه كمان مش عارفه اخدتوا بالكم منها ولا لا، الراوترز كلها بتذيع بعض بتذيع نفسها، بس اتمنى انا خليته بوينت تو بوينت ماشي. معدن لو تاخدوا بالكم ار واحد زيادي نفسه ببرفكس كام؟ 32. ليه؟ اصل الشبكه اللي في النص دي ايه اللي يخلي اصلا هوستس فيها؟ ما فيهاش هوستس، فعلشان كده كل راوتر بيذيع نفسه بايه؟ ببرفكس 32، ما فيهاش اجهزه في النص. فتاني كل راوتر بيذيع نفسه بايه يا شباب؟ ب 32. هو بس للاسف لا قبل ما اغير نوع النتورك، فين فين قبل ما اغير نوع النتورك فين 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 قبل ما اغير راوتنج تيبل، قبل ما اغير نوع النتورك، هلاقي ان ار 3 هو كمان كان زيها لي نفسه بكام؟ ببريفكس كام؟ 32، لما كان نوع النتورك بوينت تو مالتي بوينت. لكن بعد ما خليت الشبكه بتاعتي على التوس بوكس اللي تحت بوينت تو بوينت، ار 3 بطل يذيع نفسه. فعلشان كده انا ما قدرتش ابنج من الانترفيس ده، ما قدرتش ابنج من الانترفيس ده. ليه؟ كون ان انا ببنج على الانترفيس ده، ار 3 مطلوب منه يرد على الانترفيس ده، وهو مش شايفه في الراوتنج تيبل. لكن لما جيت ابنج من تحت من اللوك باكس اللي تحت، قدروا يوصلوا لبعض. تمام؟ تاني عشان الناس اللي تاهت مني، احمد تاني، لو انا الشبكه اللي فوق اكيد طبعا هتبقى بوينت تو مولتي بوينت، الشبكتين اللي تحت لو هما برضو بوينت تو مولتي بوينت، ار 2 هيذيع نفسه لار 3 وار 3 هيذيع نفسه لار 2 ببرفكس كام؟ على 32. وبالتالي لو جيت ابند من الانترفيس ده على الانترفيس ده اول ورا او الانترفيس اللي ورا ار 3، الشبكه بتاعتي بنجبل. لكن لو خليت نوع النتورك على ار 2 وار 3 بوينت تو بوينت مش بوينت تو مولتي بوينت، ار 2 مش هيذيع نفسه لار 3 وار 3 مش هيذيع نفسه لار 2. تاثير الكلام ده ان اللانات اللي تحتيهم هم بس اللي هيشوفوا بعض. ليه؟ ار 2 دلوقتي شايف البرفكس ده؟ ما ار 3 بطل يذيع نفسه، اصل هم بيتعاملوا دلوقتي بوينت تو بوينت مش بوينت تو مولتي بوينت. بوينت تو بوينت يعني ار 2 شايف ار 1 بس، ده اللي يذيع له نفسه، وار 3 شايف ار 1 بس. تمام؟ فار 3 تاني بطل يذيع الاي بي بتاعه لار 2، فانا كده مش شايفاه. وبالتالي لما جيت ابند من الانترفيس ده ايه اللي حصل يا احمد؟ ار 3 مطلوب منه يرد على الانترفيس ده، هو ده زع نفسه ليه؟ لا، والعكس. لكن لما جيت ابند من اللانات اللي تحت شايفين بعض عادي. تمام؟ هو ممكن احلها بطريقه ثانيه؟ ليها حل ثاني، هي بوينت تو بوينت عادي، هاجي على ار 2 واجي اقول له اي بي راوت، هعمل عليه ستاتيك راوت يشاور على الاي بي اللي اختفى عندي من الراوتنج تيبل ده. يعني اقول له لو عايز توصل ل 192 168 03 ان السبنت ماسك بتاعه كله 255، لانه كان في الاساس زي على نفسه بكام؟ ب 32. ابعت على النكست هوب اي بي ادرس اللي هو صح. ونفس الكلام على ار 3 عشان يبقى فيه راوت باك، هاجي هنا اقول له اي بي راوت لو عايز توصل ل 02 ان السبنت ماسك بتاعه كله 255، ابعت الكلام ده على مين؟ 01. المره دي فعلا لو جيت من ار 2 واجي ابنج حتى لو على التلاتات نفسها او على الاي بي ذات نفسه، الشبكه بتاعتي من اولها لاخرها بقت بنجبل. تمام؟ بس ثانيه واحده بس، هي بس التركيه في ايه؟ ان انا اصلا مش محتاجه ان الراوترز تتبنج على بعض. ليه؟ مش لازماني انا، اللي يهمني اجهزه الكمبيوتر اللي ورا الراوترز هي اللي توصل لبعضيها، انما راوتر يبنج على راوتر ليه؟ فعشان كده الخطوه دي مش لازماني اساسا، فهلغيها مش محتاجاها. ها؟ مين اللي كان بيسال؟
ما هي الفكرة؟ ما هو احنا قلنا مليون مرة يا مجدي ان الراوتر ما بيلعبش في الهيدر بتاع الاي بي، صح؟ الراوتر ما بيلعبش في الهيدر بتاع الاي بي، الراوتر بيلعب في اللير 2 ادرس، انما الاي بي ما بيلعبش فيه خالص. تمام؟ لا، وعملنا الكلام ده حتى في الاودي اور لو تفتكر. تمام؟ هبقى حاضر، هنتناقش فيها في البريك. حاضر. لغايه دلوقتي في اي مشكله في الجزء ده يا شباب؟ بعيد عن سؤال مجدي؟ تمام. ده المود اللي بعد. شباب شباب احنا قلنا هنخلص وبعد كده ناخد بريك للصلاه. تمام؟ لا المغرب على 6 و لا نخلص، بس انا محتاجه 10 دقايق وبعد كده ناخد بريك. نخلص ده. اخدنا دلوقتي كام مود؟ نون بروكاست، وده الديفولت على شبكات الفيرمر. ليه؟ هديني امسك يا اسامه. البوينت تو مولتي بوينت ده في حاله اذا ما كنتش عايز اعمل ستاتيك ديلسي. هدي شويه قللوا مش نزل. خليه على 22. اول مود بسرعه كده كمراجعه، نون برودكاست. نون برودكاست ايه اللي بيحصل فيه؟ بيحصل الكشن لدي ار وبي دي ار. الهيلو كل 30 والهولد او الديد 120. تمام. طيب مشكلته في ايه؟ ان هو ما بيغيرش النكست هوب، وبالتالي البرانشز عشان توصل لبعضيها ماست ان اساسا يكون في ما بينها ستاتيك ديلسي طبعا او ستاتيك مابنج. طبعا انا مش هقعد الف على البرانشز واعمل ستاتيك مابنج. حلوا المشكله دي عن طريق المود الثاني اللي هو بوينت 2 مولتي بوينت. ايه الميزه اللي فيه؟ ان الراوتر الهوب بيغير النكست هوب، وبالتالي البرانشز هتقدر توصل لبعضيها حتى لو ما عملتش ستاتيك مابنج ما بينها. الهيلو بتوصل كل بوينت تو مولتي بوينت 30. تمام. مولتي بوينت يبقى كام؟ 30. تمام. طيب وبيحصل الكشن دي ار او بي دي ار؟ لا. تمام. طيب بيبقى في عندي ايه كمان النيبر ريليشن شيب ستاتيك ولا دايناميك؟ دايناميك. انما في النون بروكاست ستاتيك. طيب البوينت تو بوينت الهيلو كل 10 ثواني. طيب بيحصل الكشن دي ار او بي دي ار؟ لا، بصفه عامه كل او اي نوع اوله بوينت يبقى ما بيحصلش اصلا الكشن لدي ار او بي دي ار. طيب ايه تاني؟ الهيلو قلنا كل 10 ثواني. تمام. وايه كمان؟ مفيش اصلا دي ار او بي دي ار. النيبر ريليشن شيب دايناميك. النيبر ريليشن شيب ايه يا شباب؟ دايناميك. تمام. في عندي نوع كمان يعني بتاع سيسكو بربرتاري، يعني انا عن نفسي مش شايفه له اي لازمه يعني في الحياه. بوينت 2 مولتي بوينت نان برودكاست. نان ايه يا شباب؟ نان برودكاست. ايه حوار المود ده بقى؟ قال لك المود ده افرض دلوقتي ان الشبكه اللي قدامي ار 1 كونكتد بار 2 ببي في سي عليه مثلا شارياله باند ويث معين، وار 1 وار 3 شارياله بي في سي بكوست مختلف او بباند ويث مختلف. ما هو معنى كده ان الكوست اللي انا عايزه اوصله ما بين برانش 1 وبرانش 2 عايزاه يبقى مختلف عن الكوست ما بين برانش 1 وبرانش 3. يعني انا دلوقتي حتى هذه اللحظه لو جيت على برانش 1 وقلت له شو اي بي راوت او اس بي اف، انا شايفه دلوقتي شبكه الاثنينات والثلاثات الاثنين ايه؟ بنفس المترك. لكن تاني افرض دلوقتي ان انا كشركه ما اشتريتش نفس السرعه اللي ربطاني ما بين برانش 1 وبرانش 2، وسرعه السرعه بتاعتها يعني مختلفه عن السرعه اللي ما بين برانش 1 وبرانش 3، وبالتالي عايزه الكوست ما بين برانش 1 وبرانش 2 يكون مختلف عن الكوست ما بين برانش 1 وبرانش 3. واضحه الفكره؟ عشان كده سيسكو عملت سيسكو بربرتاري نتورك اسمه ايه؟ بوينت تو مولتي بوينت نون بروكاست. ايه اللي بيحصل فيه؟ تعالوا الاول كده اتاكد ان انا مش مشغله حاجه خالص غير ال او اس بي اف. شو رانينج كونفيج سيكشن ال او اس بي اف
تحت الاوس بي فانا مش عامله حاجه. تمام هنا الهيلو انترفل اس 1 اوفر 1، هلغي بس كل حاجه انا عاملاها عشان نشتغل بالمود الاخرين. وار 2 وار 3 برضو عايزه اتاكد بس ان هما شغالين ايه اوس بي اف. كده المفروض ان انا رجعت كل حاجه عندي على الديفولت. شو running config section OSPF. كده كل حاجه عندي رجعت على الديفولت يا شباب. تمام تعالوا بقى نقوم النوع الثالث اللي هو مين، او النوع الرابع اللي هو مين. هنزل تحت الانترفيس واقول له نوع النتورك بتاعتي اي بي او اس بي اف النتورك بوينت 2 مولتي بوينت. لو استخدمت الهيلب هلاقي فيه هنا اوبشن كمان اسمه ايه، نان برودكاست. نان ايه يا شباب؟ برودكاست. تعالوا نشوف بقى كده الاول التايمرز بتاعته كومباتبل ولا لا. شو اي بي OSPF على الانترفيس S1 over 1 point to multi point non broadcast الهيلو 30 والديد 120. تمام طب لو قلت له شو IB OSPF neighbors ايه ده اتعامل معهم كأنهم كذا شبكة point to point. والناحية التانية شو IB OSPF على الانترفيس S1 over 2 نوع الشبكة هنا ايه؟ انا رجعتها على الديفولت اللي هي نان بروكاست صح؟ شو اي بي او اس بي اف نيبرز. بس احنا اتفقنا قبل كده اول ما تشوف السيناريو ده يبقى تعرف ان في حاجة غلط. ليه؟ واحد بيقلكت دي ار وبي دي ار واللي قصاده بيتعامل مع الشبكة كأنها بوينت تو بوينت، وبالتالي ار 2 عمره ما هيعمل انستليشن شو اي بي راوت او اس بي اف، عمره ما هيعمل انستليشن اصلا لاي راوتس بتجيله من الراوتر التاني. الاثنين مش كومباتبل مع بعض. صحيح نيبرز لكن الاثنين مش كومباتبل مع بعض، فلازم اجي على ار 2 وار 3 واخليهم نفس نوع النتورك. يعني اقول له اي بي او اس بي اف النتورك بتاعتي بوينت 2 مولتي بوينت نان برودكاست، واجي على ار 3 نفس الكلام. تمام لقيت الانترفيس داون ليه يا عم؟ شو اي بي او اس بي اف نيبرز. هو كمان شويه هيبقى الانترفيس داون، او مش الانترفيس انا اسف، النيبر ريليشن شيب هتبقى داون. بعد ما التايمر ده يبقى ديد هيبقى الانترفيس داون. ليه بقى؟ قال لك في النوع ده النيبر ريليشن شيب ماست برضو ان هي تتم ستاتيك. النيبر ريليشن شيب هنا يا شباب ماست ان هي تتم ستاتيك. اي بي او اس بي اف نيبرز لو نزلت هنا تحت او اس بي اف 1 هقول له هنا نيبر، مين النيبر بتاعي؟ 192.168.0.2 مسافه، وحدد له الكوست اللي انت عايزه. طب والنيبر الثاني كوست او الاي بي 3 والكوست برضه حدد له الكوست اللي انت عايزه. يبقى معنى كده ان انت عشان توصل لار 2 او الشبكات اللي ورا ار 2 هتستخدم كوست مختلف عن الايه؟ عن اللي انت استخدمته عشان توصل للشبكات اللي ورا ار 3. لو قلت له شو اي بي راوت بالاو اس بي اف فعلا عشان توصل للاثنينات انا كنت مخليه 10 صح؟ مع واحد كمان اللي هو اللوب باك. اللوب باك ده دايما يا شباب الكوست بتاعه بكام؟ بواحد. وهنا اللوب باك
واحد. فلو طلعت من هنا عشان اوصل للنيبر ده او للشبكه دي ادي 10 واحد ادي 11، ولو طلعت من هنا عشان اوصل للشبكه دي ادي 20 واحد 21. تمام. زي ما قلت لكم انا عن نفسي مش شايفه ان ليها اهميه، لسبب لما بعمل اللاب ده على نفس نوع الشبكه اللي هي بوينت تو مولتي بوينت، وحتى لو اللي قصادي بوينت تو بوينت، وبغير الكوست على مستوى كل نيبر برده عادي شغال تمام، يبقى انا ما كنتش محتاجه مش محتاجه الهيصه دي كلها في حاجه. تمام. يبقى نلخص تاني كده الخمسه مود بتوعي. اول مود التو مودز اللي بيحصل فيهم الكشن للدي ار والبي دي ار، برودكاست ونان برودكاست، والاثنين كومباتبل مع بعض. مين هي المودز اللي ما بيحصلش فيها الكشن للدي ار والبي دي ار؟ بوينت، الثلاثه اللي اولهم بوينت تو بوينت، والثلاثه كومباتبل مع بعض مع الوضع في الاعتبار انك تركز في حته التايمر. ليه؟ بوينت تو بوينت الهيلو 10، لكن بوينت تو مولتي بوينت 30، كومباتبل مع بعض بس بعد ما تتاكد ان التايمر او الهيلو انترفول واحده عن الاثنين. ونفس الكلام بالنسبه للبوينت تو مولتي بوينت نان بروكيست. حد وقع مني كده في حاجه؟ هي بس كلمتين وخلاص. فاكرين ازاي كنا بنشغل الاو اس بي او اي راوتنج بروتوكول على شبكات البوينت بوينت تو بوينت سب انترفيس؟ دايما باكد افضل سيناريو من وجهه نظري عشان تشغل الاو اس بي اف شبكات مين؟ البوينت تو بوينت سب انترفيس. نسينا الكلام ده؟ ها؟ نعملها كده بسرعه. قفلت كله ونفتحه تاني بدل ما اقعد اريبوت وافتكر ان انهي اوامر كتبتها وانهي اوامر ما كتبتهاش. هاجي على ار واحد، كل اللي انا هعمله تحت الانترفيس الحقيقي ان انا هنزل. ده افضل مودز بالنسبه لي من وجهه نظري في الشبكات بتاعه الهابنس بوك، الفريم ريلي هابنس بوك. تمام. اللي هو لو تفتكروا كان اسمه بوينت تو بوينت سب انترفيس، يعني بكريت الشبكه بتاعتي كاني بالظبط يا شباب باجي على ار1 واقسم الشبكه بتاعتي او الانترفيس بتاعي لكذا ايه؟ سب انترفيس، وبدي الاثنين دول نتورك اي دي والاثنين اللي قصادهم نتورك اي دي. يعني من الاخر ال ال اس اي هتجيلي كده وتمشي كده بدون اي مشاكل خالص. تمام. بسرعه كده، كنا بنعمل الكلام ده ازاي؟ تحت الانترفيس الحقيقي كنت هقول له نو شات داون وانكابسيليشن فريم ريلي. بس ثانية واحدة قبل ما اقول له بس كده، انا هشت داون لسبب عشان ما يروحش جري للفريم ريلي سويتش ياخد منه دلسي. تمام. فانا بس الاول هكريت السب انترفيسز واخلص كل حاجة، وفي الاخر خالص هعمل نو شت داون على الانترفيس. يبقى الانترفيشن بتاعي فريم ريلي واكزت وكريت السب انترفيس اس 1 اوفر 1 دوت اي رقم. تمام. واحدد نوع ان هو ايه؟ بوينت تو بوينت، لان الديفولت بوينت تو مولتي بوينت. وكل الكونفيجريشن بتاعتي هقولها له هنا. الاي بي ادرس 192.168 سي مثلا 1.1 بوينت تو بوينت، طالما بوينت تو بوينت افضل بريفكس 30. تمام. واقول له هنا فريم ريلي. تمام. انترفيس دلسي، الدلسي بتاعي انا رقمه 102، وطبعا لو عايز هنا مش محتاجه اوبشن بروكست. تمام. ونفس الكلام انترفيس اس 1 اوفر 1 دوت 2.2 بوينت، والاي بي ادرس لازم النتورك يكون متغيره صح. وبعد كده اقول له هنا ايه؟ ان الدلسي بتاعي هيبقى 103. اخر حاجه بقى هروح نازله تحت الانترفيس الحقيقي واقول له نو شت داون، هيقوم ويقوم الانترفيسز الوهميه معايا. ونفس الكلام بالظبط على ار 2، ريكومندد ان انت تعمله بنفس الطريقه اس 1 اوفر 2 دوت اي واحد كده بوينت 2
تيست 1 اوفر 2 الامر بس ما رضيش يشتغل عشان لسه ما حددتش الانكابسوليشن. لازم اقول له ان الانكابسوليشن بتاعي نو فريم ريلي، وبعد كده اكريت الانترفيس الوهمي اس 1 اوفر 2.1.2. اقدر ساعتها بقى ادي له اي بي ادرس 192.168.1.2 تمام. وبعد كده اقول له فريم ريلي الانترفيس دلسي انترفيس دلسي قيمته كام عندي 201. وما انساش انزل تحت الانترفيس الحقيقي واقول له نو شت داون تمام على ار 3 انترفيس اس 1 اوفر 3 انكابسوليشن فريم ريلي. وبعد كده اكريت الانترفيس الوهمي نو اي بوينت تو بوينت، والاي بي ادرس بتاعه انا مديله نتورك تانية صح. وفي الاخر خالص هنزل تحت الانترفيس الحقيقي لسه في خطوه فريم، لا في حاجه لسه فريم ريلي الانترفيس دلسي رقم الدلسي بتاعي لسه ما حددتهوش 301. واخر حاجه خالص هنزل تحت الانترفيس الحقيقي واقول له نو شت داون تمام. نقدر بقى نشغل الاو اس بي اف على الشبكه دي بالمره كده بس هكريت لوب باك واحد عشان اتست عليه. تمام نشغل الاو اس بي اف هنا كده اقول له ايه راوتر او اس بي اف 1 نتورك هستسهل برضو كالعاده تبع اريا زيرو واجي على ار 2 انترفيس لوب باك 2 واشغل ال OSPF على كل الانترفيسز و R3 هكريت لوب باك راوتر OSPF 1 واشغل عليه تمام. لو جيت دلوقتي من R2 مثلا شو IP route بال OSPF نعمينكس شو اي بي اس بي اف نيبورز على ما الفريمر ده يشتغل بس شو فريم ريلي ماب عندي انترفيس داون انترفيس اس 1 اوفر 2 نو شت داون ديليتد دي يلا انكس دي ده اكتف جابه اهو بوينت تو بوينت وده اكتف برضو هو محتاج بس شوية وقت شو اي بي او اس بي اف اتأكد الاول من لاير 2 شو فريم ريلي ماب ده اكتف والدنيا تمام هنا هو لسه ار 2 شكلي عامل حاجه عليه غلط على فكره لا خلاص جابه اهو تمام. طالما كده لير 2 قامت المفروض كده لير 3 تقوم شو اي بي راوت
بالاو اس بي اف شفت الوحايد والثلاثات والدنيا بتاعتي تمام ومفيش اي مشكله والشبكه بتاعتي بالمجال. فده فعلا يعتبر افضل حل لشبكات الفريم ريلي بالكامل سواء ريب سواء او اس بي اف سواء اي جي ار بي، ده افضل حل. عيبه الوحيد زي ما اتفقنا قبل كده في ايه، ان انا كده هضطر ان انا النتورك واحد دي هيبقى لها نتورك اي دي ونتورك اتنين لازم تبقى في نتورك اي دي مختلفه، بس ده يعتبر مش عيب قوي يعني، لان كده كده شبكات الفريم ريلي بنستخدم عليها برايفت اي بيهات، فانا كده مش بضيع اي بيهات اساسا. حد وقع مني كده في حاجه يا شباب؟ في اي مشكله في شبكات الفريم ريلي؟